والله الحادث انه انا جايب سايس سريع خوش واناره ماكو اول شيء، انا عالق خلاط، فالاخ طالع من استداره يعني من فلتكه وجاء قبل على السايد اليسار وانا بسايد السريع. لو اكو علامات تحذيريه نعم يصير هاي الحوادث الموسم؟ والله ايش اقول لك، هو قدر وصار، بس شنو انه العلامات المرورية مهمة. انت اليوم كمواطن صاحب مركب، شو طالب من الحكومة ما يخص دائرة مرور غيره؟ والله الاضوية بالشوارع، المطبات، يعني شغلات سرعة ماكو، هذا الموجود. من تناشد؟ والله ناشد مديرية المرور فقط، هم اللي دائما هم المرور بعد. لسه ساعات متأخرة من الليل. نعم. واحد المركبات في دائرة المرور او لحد الان ما شفت مرور، يعني صار لي يمكن ساعتين واقف بالشارع وماكو مرور، يعني انا قاعد اطلب مرور ماكو لحد الان. تنتظر تخطيط؟ انتظر تخطيط يعني اخوي، انتظر الحق ما دام موجود انتظرهم. بهالفلكه غلط، ما حد يسوي فلكه قدام الاستداره، لازم بعدها حتى يصير بيده مجال يعبر من ورا. الفلكه وين بيا مكان؟ ايانا يم الاستداره، اللي يطلع طبعا راح يداور بوجهه على الاستداره يصير حادث. واللي يجي سريع راح يقلب وما بس يدعمه. لازم نطالب منه ما الفلكة تنفتح فلكة بعد الاستدارة حتى الحوادث ما تكرر بعد. زين انك عن هم سويت هاي الحوادث اللي عصير؟ والله نحمل هم المسؤولين على الشوارع، على الطسات اللي عايسويها، ما يفكروا انه هاي الاستدارة لازم يسوي له طسة قدام الاستدارة هاي بالضبط حتى من يطلع ينجبر يخفف، ما يطلع بوجهه ويداور. لازم يسوي مطبة يم الاستدارة ذيك، بس ماكو علامات، العلامة هدافنا بين الاسجارة، شلون تبين؟ ما بقى يا مقلوب لا يا مشي على الطاقة الشمسية راح تعلق بالليل. أخويا والله أضوية ماكو، إنارات ماكو، شغلات تدل السيارات إنه تمشي براحتها ماكو. هاي صار لنا ساعتين ونص تقريبا، ساعتين نقول على هذا الحادث، نخابر مرور فلان وفلان وما حد يجي ولا حد يدير بال. يعني الحادث تحديدا سيدين الكرامة هي والقدس. انتم اصحاب مركبات اليوم، شو طالبون من الحكومه ما يخص دائره مرور مينا؟ اخويا كل شيء ما اريد، اريد شيء نظامي. يعني ابسط شيء الاضويه ماكو. هاي الطاسه صار لها 10 سنين. قلوب ما بيها يمها. يعني اللي ما يعرف هذا الطريق والما يعرف هذا الشارع يجي يضربها شيء. وبوجهه يطلع على جوك جيلي. والله الناشد البلديه. الناشد الحكومه يسوون لنا في الشغلات. للشوارع حتى العالم من تمشي الطريق يعني زين، ما تمشي بطريق طسات وما بلا اضوية لا انارة لا شغلات.